كنطلب منكم تعاونونا وتعاونوا روسكم. احنا عندنا شعار ديالنا من اجل المصلحه العامه، ما عندنا شي مصلحه اخرى، عندنا المصلحه العامه. وهذوك الناس اللي كيفطاريو عليكم ويكذبوا عليكم ويقول لكم اللائحه تقصات، حنا راه باقي موجودين والقضاء بيناتنا، والقضاء بيناتنا. خمسه كامل مازال زمان ان شاء الله على المواطنين، ان شاء الله على المواطنين. انا مباشره من قلب عين حانوته دوار الحجر، كنقول وكنقول عاود الله يحفظك بارك الله فيك، كنقول وعاود نقول بان الناس اللي كيفطاريو على الناس ويقولوا ويكذبوا على الناس تيقولوا بان اللائحه تقصات، رانا لهم بالمرصاد. وحنا ان شاء الله يوم 98 غتبان الحقيقه ان شاء الله، ويبان المواطن الحرودي اش كيستحق. على الساوينا على الميزان اللي بغينا، وانتم ارتاح ارتاح صاروا واصلوا الدفاع، وتبقينا في الرئاسه وحلقه للسياسه، 4000 فوت فوت وان شاء الله تبقى مشمار، والثقه والامان وانتم راس مزيان، والثقه والامان وانتم راس مزيان. اليوم نقود حملتنا الانتخابيه بدوار حجر دار دار زنقه زنقه، لرغبه واحده الاستمرار في التغيير، مواصله التغيير من اجل بناء هذه المدينه، من اجل الاستمرار فيما بنوه من قدموا التغيير في 2015. ادعو الساكنه الى التصويت الى رمز الميزان حزب الاستقلال، مرشحين نظيفي الايادي، مرشحين باغيين يخدموا الساكنه. عندنا برنامج واقعي قابل للتطبيق، قابل لاننا نحقوه من داخل دواليب التسيير. كنتمناو ان الساكنه ديال دوار حجر تصوت بكثافه على رمز الميزان حزب الاستقلال، وشكرا لكم جميعا. كلام خطير في حق اللائحة ديالنا، اللائحة الاستقلالية، وكذلك في حق ساكنة الدوار الحجر. كنقول وكنعاود نقول هذوك الناس راهم ما غيصوروا والو، وراه ما غتاكش البهتان الكذب اللي كيروجوا، راه كله كذب وبهتان. وحنا موجودين ولهم بالمرصاد في جميع المحاولات ديالهم، كيكذبوا على المواطن والمواطن حرودي ولا عارفهم، عارفهم واحد واحد كيسواو. دوزوا سنين في تكريس التهميش على المواطن الحرودي. إذا كنطلب بأنه من قبل دوار الحجر بأن الساكنة بأنها تلتف على هذه اللائحة وتحاول ما أمكن تساندنا وتقف معنا باش نغيروا هذا الوجوه ديال الفساد. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.